اكتشفت ان انا رسام وفي عندي لوحة سحرية، وهذه اللوحة اي اشي راح ارسمه بداخلها راح يصير يجيني. واول اشي فكرت فيه اني اقعد ارسم اصدقاء اليوتيوبر، وكل يوتيوبر برسمه فعليا راح يصير يجيني ويعطيني ايتمات تساعدني اني اذبح التنين. ايش هذا المكان الجميل وعندنا مكان اجمل قدام، ولكن خلينا نشوف ايش في عندنا هون. هذا المكان لما ارسم اليوتيوبر راح يجي جوا بداخله زي كأنه يعني سجن ولكن مفتوح، يعني اول ما اخلص الرسم بتاعت اليوتيوبر على طول راح ارسمهم بالاماكن هاي الموجوده الهم. يعني في عندنا عده يوتيوبريه، 1 2 3 4 5 6 يوتيوبر اليوم راح نرسمهم. واذا كان في لك يوتيوبر مفضل رسمناه بحلقه اليوم انسى تحت بالكومنتات اكتب لنا مين كان، وكمان لا تنسوا اللايك كمان مرة تذكير. وهذا المكان موجود هون، اتوقع اذا ما يخاب ظني المكان اللي بيساعدني عشان اجي ارسم اليوتيوبرية، يعني اجيب هذه واجيب هذه. ولا لكم خلينا نكسر هذه كاملة وننزل جميع الصور هون ونخلي واحدة معانا، وبعدين نحط بهذا المكان اللوحة عشان ارسمها. يا سلام، هلا بقدر ارسم اليوتيوبر الاول. بدي ارسم يوتيوبر قديم شوي. فاول اشي خلينا نجيب اللون البني عشان نعمل البشرة، ونحطها مع البرتقالي ولا مع الابيض عشان تصير فاتحة، وبعد بعدين نحط هون البشره تبعته. اتوقع هذا اللون لون رمال، انا عامل لون بشره والله مو بشره، والله هذا اللون افضل بكثير. وبعدين نجيب اللون البني عشان ناخذ الشعر ونحط له اياه بالمكان الجميل هذا. اتوقع يمكن بلشت تبدا ملامحه انكم تعرفوها، وهو لون عيون يا سيدي العزيز ازرق. حط هون لون ازرق، والله يا جماعه هذا طلع لونه خربان. اتوقع الافرجي اللوحه هيدعي علي بحكي صهيب انا مش اسمر انا ابيض. فمن هلا عشان ما ناخذ البهدله على طول نغير لون بشرته للون ابيض شوي. ايوه والله هيك صار احلى، وبهيك اتوقع التيشيرت تاعه صار مضبوط. يا اني انا فنان من يوم يوم يا جماعه. وبعدين نعمل له الاحذيه. يا جماعه اتوقع لازم الخلفيه نغيرها لانه قاعدين نستخدم لون الابيض كثير. هلا اعمل حذاء. يا عيني يا عيني يا عيني مضبوط والله، باقي بس علي احط لون ابيض هون جاهز. ولكن الخلفيه لازم شوي نشتغل عليها، نحطها بالمكان هيك زي كانه في حشائش. واتوقع السكن صار واضح انه هذا فاصل اللي رسمناه، ولكن اول ما انتهي واخذ اللوحه على طول فاصوليا راح يجي لعنا. يا سلام والله انه الرسمه بيرفكت. اتوقع فاصوليا اول ما يشوفها حتعجبه. هلا فقط اول ما اخذها على طول راح يرسم فاصوليا. نعمل هيك ونحط صهيب. هلا مجرد ما اخذ اللوحه على طول فاصوليا هاز بين سموند، هيا في المكان تاعه. والله هلا والله فاصوليا. ايش جابني؟ انا صديقي ايش جابني؟ انا صهيب. هلا هلا. اسمع حلقه اليوم برسم اليوتيوبر وبيجي بيساعدني بايتمات جميله. شوف رسمتك والله انها رهيبه. اح رسمني والله والله. اهم شيء العين الزرق هذه اهم شيء. ياب 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 زبطتك. لا لا والله ابدعت. ايش ذا يا ابوي؟ كم تعطيها من 10 التقييم؟ والله شوف اعطيها صراحه 10 من 10، والله تستاهل 10 من 10 والله يا انه خرافيه. مره حلوه خرافيه. خليها معك هديه عشان تعطيني هدايا لي كمان. طب اسمع بعطيك هديه بس بشرط. يلا بسم الله. لازم تسوي تحدي مسوي لك اياه ومجهز لك اياه عشان تاخذ احلى هديه، اوكي؟ التحدي لازم ما تكون كذا هطب. هلا ابوي ويلكم. شوف هذا التحدي يعني صراحه بسيط مو بذاك الشيء القوي، بس هناك في النهايه في جائزه جدا رهيبه. انت ما بتعرف انه صهيب بيكره الباركور. يكره الباركور، انا عارف هذا الشيء عشان كذا سويت لك باركور. يا معفن، حاطط بيض وحاطط رؤوس تنانين، حرب البيض وحرب الاسره. بسم الله. ايوه اوكي حنعاني كثير. يا معفن يا معفن. بنفع اخذ بلوكات يعني؟ شويه بلوكات. لا 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 ممنوع ممنوع. خلاص بلوكات جيب. لا تخش ولا اسحب عليك الهديه ترى. يا سلام عليك. ترى شوف انت تجاوزت الجزء الصعب. اوكي يجي. اسمع في لاق والله لقلقت. اي لقلقت ها؟ يا اخي خذها على الرايق خذها على الرايق خذها على الرايق، لا تستعجل مسوي فيها بيخلص في 10 ثواني. والله ايوه كذا على الرايق على الرايق. هدي يا اخي هدي يا اخي. السرير يسوي باونس لازم تهدي. ايوه يا سلام يا سلام. هادي 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 معفن. هاي هذا ايزي بلوك بس ايش هذه بلوك. راس التنين قرب توصل على النهايه. بسم الله. ايوه حيسويها صيب حيسويها صيب. الله ياخذ الباركور واللي اخترع الباركور. هاي بعيد بعيد يا اخي بعيد. 4 بلوكات روح. يمدي يمدي يمدي. بسم الله. اوه يا ربي يا سلام. اسطوره قرب توصل. اخيرا. الله.
ولا هدية أعطني هدية موجودة فوق. موجودة. آه الشركة والله. إكس وهلمت ونيران. الميزات أكتشفها لحالي ولا تحكي لي عليها؟ على وحدك. أنا مالي صلاح. أنت هذه هديتك استكشفها بنفسك. والله فصولي قبل ما تروح. هدية خذ. هدية. بعد ما فصولي أعطاني هدول أيتمين. هذه هلمت القوة تعدت 2 يعني عادي تقريبا. ولكن هذا الإكس جدا قوي يا جماعة الخير. والله شوف الحركة الانيميشن. هيا اقطع راس الاعداء فيها. واي واحد مش حاطط لايك بقطع راسه. فعشان هيك فانتبهوا وحطوا لايك. والايتم الاخير اللي هو هذا اعطاني اياه كاتب انه اعمل كليك يمين العب زي البرق تقريبا ولا ضربة شمس. ولكن كاتب لي اعمل سنيك وكليك يمين العب هاي ضربة دراجون بول كمي والله جميلة. هي اتوقع الضرب القاضي حتكون. فعشان هيك سوهايب روح ارسم اليوتيوبر اللي بعده وخليها نرسم شخص معروف عنه انه فكاهة كتير. وتقريبا رسمه حيكون جدا سهل. كل عليه نجيب لون الاخضر ونعبي الوجه على طول لون اخضر. والباقي كله اسود ونحط مكان التيشيرت اللي هو مكان فيه عندهم بكون لون ابيض. وبعدين بنجيب اللون الاحمر عشان نعمل قرفتة تاعته الجميلة. ولكن باقي عندنا اللسان. اتوقع هيك جاهز. عدلت شوي على الرسمة وعملت له خلفية جميلة. والله انه الرسمة 10 من 10 تقييمكم تحت بالتعليقات. هلا كل علي اعمله تفرحومي واضغط ساين. خلص هلا باخذ اللوحة والمفروض انه يستدعى وينه رحومي. اشي رحومي هزبين. اوه هلا والله معك الماد الاخضر يا حبيبي. هلا بالماد الاخضر. ماد اخضر شوف بسمتك. او ماي جاد وربي رهيبة. ليش انا احول؟ انت احول؟ احول انا احول يا وي. بدك هاي تمام صح؟ يا اخي ليش كل اللي يستدعوني بدهم مصلحة مني يا اخي؟ ما في واحد يسأل علي. كيف اخبارك؟ شغلة طيب. يلا خلص بابا. اذا بدك ايتمات عندي. أيوة. لك تحدي. اذا جبت التحدي. أيوة. بعطيك ايتمات راح تنصدم فيها. اوكي يعني هلا سؤال كل يوتيوبر برسمه زي فاصوليا بده يعمل لي تحديات. ما بتعرف انه انا ابي التحديات. انا صايب تحديات بسموني. وكمان ما بتعرف انه متابعين التحديات كمان. يعني هذا المقطع طلبت منهم 100,000 لايك هيعملوا 100,000 لايك. وين بدك التحدي يكون؟ هون. يلا ممكن تنفجر الدنيا. عادي صدقني. يلا اوكي خلاص 3 2 1. يا ليت مين؟ طب ما بتعرف شغلة جميلة إن فاصوليا أعطاني ضربة قاضية. هامي ها. أيوة. مات تبعي. مات. لا عش. لا يا حبيبي. موت. هامي ها. مرة تانية. أوه ماي جاد. نوامو على طول. أيوة. نام. أيوة تعال خد الأكسل. لا تدرب. ضربة التنين. يما. أبو ربي. خد كمي ها. حبيبي مات. لا التنين الأخضر ما يموت. مات. كيف مات؟ هلا أنت استحقيت الهدية. هذا قلبي. أيوة شكرا قلبك الجميل. هاد إيش بيعمل؟ هذه قوة العقاريك. أيوة. أوه خلينا نتعالي وحط لي زي شوت. شوف لي شوت على جنبي في قلبك محطوط بيعطيني قلبك. شكرا رحمي. هاي لما نضوج يعني تلعب فيها بس. والله باي باي. راح ومراح. ولكن رجعت وحشرته بالمكان هذا عشان لما نذبح التنين يكون موجود. وخلينا نشوف الايتمات اللي اعطاني اياها. اعطاني اول شيء سيف جميل جدا. والسيف هذا الحلو فيه انه لما اضغط كليك يمين بخليها نط زي الضفادع. والاجمل من هذا كله القلوب اللي اعطاني اياها الكثير. والله القلوب هذه جدا جميله. ليش بحكي هيك؟ لانه احتمال بالتحديات اللي قدام يكون في تحدي اني اذبح زعيم فبكون هيك عندي قلوب عشان اقدر ادافع عن حالي. ولكن اخر شيء هذه ايش بتعمل لي صراحه ما بعرف. اوه خليني اطير. خلينا هلا نروح نرسم اليوتيوبر اللي بعده المعروف بالفعاليات الجد كثير بسويها. فخلينا نيجي ونبدا نرسم الملك السوري. اول شيء بدي اعمله احط اللون اصفر واحط له التاج معروف. والله شوف يا شركو انا عارف البشره مش هيك ولكن يعني حاولت قد ما بقدر. هلا بقى علينا شيء واحد نجيب اللون الاسود وهذا لون التيشيرت تاع شركو وكمان ايديه واجريه كله فعليا كله كامل. ولكن يا جماعه بيجي تقريبا مقطع بهذا الشكل. اتوقع هيك عداني العيب ولكن انزبطوا بخلفية حلوة. هلا كل علي اعمله نعمل ساين وناخد اللوحة. المفروض شركو هاز بين سمن. هلا شركو كيف ما. حالك؟ شو ها؟ وين؟ ها؟ انا وين؟ هلا وين جبتني انت؟ ليش شو مسوي هون؟ من انت؟ انت مين؟ بلا اسكت. شوف ركز معاي. خذ لوحتك هاي استطعتك باي اي يوتيوبر ارسمه يجيني يحاول يعمل لي تحدي
ويعطيني مكافأة. بدك تحدي حبيبي، انا اللي عندي تحدي. شايف اللي هذا المكان؟ ايوه هذا تاع التحديات، يعني هون اعمل تحدي. ايوه يب، دور لي على الزر يا حبيبي ويلا بلش. اذا بتخلص كل المراحل راح اعطيك الجائزه تبعيتك. طب عندي سؤال شركو، اغراضي وين راحت؟ اغراضك اخذتهم كلهم منك مشان ما تقعد تغش. خلص المراحل بعطيك اياهم مع الجائزه تبعيتك. واضح الزر الاول يا لا هذا انت هذا حسان، هذا انت حسان. لو كان الساين عم بيقول اسال حمار كنت قلت لك طلع بالمرايه. والله انك قليل ادب اقسم بالله، بدي اعصبك بس المشكله تحدي عندك انا برجيك. ليتو ايوه فتح الباب. يعني لازم كل زر الاقيه يفتح لي البوابه اللي بعدها، هاي تودينا عند يب شكلها. والله يا شوف الماب باين صغير بس مكان الزر اتوقع يعني شوي معقد نوعا ما. الفريجر هذا ما في، هذا ما في. ايوه فوق راسه فوق راسه فوق راسه شفت. طب شركو يا معفن كيف توصل له؟ شوف بحعمل لك طريق بالبلوكات كرم اخلاق مني. أيوة. بس بخليه يسار، راح اخلي لك يا باركور. يلا طيب ها اغمض عيوني. ايوه يلا. على هذا بتسميه باركور انت؟ انا بالنسبه لي هذا صعب. اوكي هذا صعب. طيب بوم هو فتحت. السلام عليكم. ادخل. واه سحبني والله. ايش في عندنا هون؟ شوف اذا كمان مره بتحطه عالي والله تعصب بطنك. لا 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 هاي المره مو عالي، هاي المره محطوط بمكان. شوف يعني في عندك كبسه هنت، يلا سوي هنت. انت نوب. انا مش نوب، انا بحطه تحت الكراسي ما بيزبط. مش ما بقدر اكسر يا جماعه، تكسير ما بقدر، فلازم اني الاقيه بيدي. ايوه شايفك؟ هون بوابة هون ليفل 4 ذا جاردين الحديقة. شوفوا هاي الحركة كتير بيعملوها عشان لما يحطوا هذه فوق. ها ايش قلت لكم؟ هون وين وين؟ اصبر هو في اشي هون بس ما في زر. ليش؟ هي نفس الحركة هاي، هذه هي الحركة. ايوه شايفين كيف؟ هذه الحركة بعرفها انا تعون فايند بتن بيعملوها كتير. استخدم هنت الهنت للمنوب اذا بدك ياخذ يعني. الهنت انت وياه ياخذكم مع بعض ما بدي. لا تقول لي شفته. ايوه يلا لا ايوه تمزح. يا الله والله يا جماعه ما بخش قاعد بشوفه بالحلال بالحلال. وين وين بعد وين؟ والله عليك تمام تمام. تخيل كنت جوا هاي اكيد مالك انت محترف لهالدرجه. براسي هاي الحركات بعملوها دائما، حط براسك حط هذا بجسمك. يا اخي انا احسهم بالجدران، عندي احساس جدا كبير. احساس عم يقول لي اني جوعان بصراحه. عرف شو بيقول لك؟ هو بقول لي اني جنب الليبس. وصهيب على فكره هاي اخر مرحله مشان تكون عارف يعني. حامي 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 حامي. بارد 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 بارد. حامي حامي حامي. انا ما طلبت مساعده غصب عنك تساعدني. وينو جوه؟ اضغط يا سلام. اول شيء بعطيك هي يا حبيبي اسمه 100 بلاير هيلب. هاي بما انه يعني نموذج عن ال100 لاعب اللي انا دائما بلعب معهم، خليهم هالمره يساعدوك يا حبيبي بالفيديو تبعك. 100 لاعب بيساعدوني. حلوه يب جميله. شوف 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 شايف شايف هذا البراسي؟ شايفه شايفه التاج. خذ التاج منك السر. جيب البسه والله البسه. هلا والله حبيبي جيب احلى تاج. شوف 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 ولك شوف مدللك مدللك حبيبي. يعني الملك وعنده الذهب كثير. والله شكرا. يلا يلا على مكانك انحشر يلا ابس حالك. وبعد ما حشرت شيركو هلا بقدر اشوف الايتمات اللي اعطاني اياها ايش ميزتها. احنا شفنا التاج واعطاني كمان كوماند بلوك ليفر شكله مختلف تماما، بس خليني اقيم التاج لان بديش اخربه. وبعدين نضغط عليه العب. جاب سبونر. سبونر ايش هاد؟ خلينا نشوف ممكن يجيب لي ايرون جولم. بليز لا 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 ما بدي بليز. طب خلينا نشوف هذا 100 بلاير هلب. اتوقع اذا بحطه بيجيب 100 ستيف لانه شاركه مشهور بال100 لاعب، يعني 100 لاعب راح يساعدوني. بدي اجرب اضرب الكلب ايش راح يصير؟ كلهم بهجموا عليه. فعشان هيك خليني اروح ارسم اليوتيوبر اللي بعده وراح يكون موب. وصراحه يا جماعه موب من السكنات المعقده جدا جدا جدا، دائما الوجوه شوي بتكون صعبه، فلازم وجه موب يزبط. هلا ايده اليسار كلها ما في عليها اي شيء، وجسمه كمان تقريبا فيش عليه اشي، ولكن في يعني تفاصيل صغيرة لازم نرسمها عشان يجينا موب. والله عن جد موب من السكنات المعقدة، مع اني قاعد بشوفه بغوش صراحة، بس انه معقد لأبعد درجة. بس هلا ركزت على شغلة انه تقريبا عنده عضلات بطن موب، فخلينا نحط له عضلات البطن عشان ينبسط لما يجي. وهلا نعمل لموب تخراش عشان يجينا ويساعدنا. ايوه موب هازبين سمن. هذا ما بتحرك يا جماعة. اسمع هذه اللوحة تبعتك بدك اياها خذها، مبروك عليك. والله شكله يا جماعة مش موجود ولكن اعطانا التحدي. ونحط التحدي معطيني بيضة زعيم. ونحط هذا هون. بقى بقى هلا والله. اسمع خد هذا خد خد. ايوه اهجم عليه اهجم اهجم. بدكم مساعدة؟ كامي كامي ها. يا ساتر
شكله حيذبحني هاد موب يا عيني يا موب ايش السحابه جاب لي اياه موت معفن مات 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 يخرب بيته ولكن هلا اجى الوقت اني اروح عند موب اخذ المكافاه تاعتي حلو اعطاني بنطلون ممتاز جدا عنده قدرات اشي بدا تحول لشبح جميل والله جميل جميل كثير ايس كريستال اعمل هيك جميلة والله هاي كأنها بتجمد القدام أتوقع وهلأ أجا وقت يا جماعة أوتاكو فلازم نعمل أول إشي الربطة بتكون على رأس أوتاكو بهذا الشكل لون البشرة أنا عارف دائما بضيع بلون البشرة تبعون اليوتيوبرية ولكن اعذروني لون البشرة شوي صعب إني أجيبها بالضبط يا سلام بلشت ملامح أوتاكو تبين والله شوف يا أوتاكو أنا حاولت أضبطك قد ما بقدر يعني هذه أفضل صورة بقدر أجيبها نطلع الصورة ونخدها أوه أوتاكو هاز بين سمن وانت فصوليا شيركو رحامي موب ألا والله شو عم بعملوا هون هدون شباب مرحبا خد أرسم اليوتيوبر اليوتيوبر يجي عندي وأنا أقول كيف جيت هون يا أخي كنت قاعد بأمان الله فجأة بلاقي حالي صرت هون شو هاد يا مانا كيف شكنك رسمتك كيف والله يا أخي والله رسمة رهيبة شو هالرسم والله حامد أسطوري صح يا بياب 10 من 10 لهيك خليك تقاتل وحش بالعالم الوحش منين جوي هلا أنت جاهز جاهز بس اسمع في مكافأة صح ما حقول لك شو المكافأة ماشي 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 يلا واحد اثنين انطلع هذا الزعيم القوي تعرف شيركو ايش اعطاني شو اعطاك بوم ولا كلاشن بس ما حيقدر يجلدوه على فكره طب تعرف شو ايش اعطاني شو اعطاك كمي كمي ها ما حتفيد ضده يا حبيبي ما حتفيد هذا مين جاي في طريقه معينه لازم تقتله فيها شوف هادي حركه مين هادي حركه مو اعطاني اياها اضرب من ورا ظهره لا يما الله عم بجلدك جلد شوف يا حبيبي خذ هاي الادوات اذا بدك تحاول تجرب تقتله فين جرب ورجيني قدراتك اوه شو سبلاي حلو هادي ايش كومبلي اللي عم دخان كومبلي يا حبيبي اوه بيعطيني سترينج فيك تضربه يعني اذا ضربته ضربتين ثلاثة بموت يا حبيبي وكمان بيعطيني قلوب كتير والله استر القلوب تعال تعال يا معفن انت سترينج عشرة يعني ضربة واحدة بتجلده خد يلا ابلع ابلع جمدك لا 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 تجمده يا اخي اذا جمدته ما بعد يقدر يضرب قرب منه قرب منه وبعد بس يضربه ها 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 يلا 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 هادي صح جيب هلا 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 كف والله صايم يخرب بيته والله قوي هذا شغلات كمان لازم احشرك هون عشان اجيب اليوتيوبر الاخير ونجدد يلا باي باي اخيرا وليس اخرا اليوتيوبر الاخير راح يكون عندنا ميف ولكن قبل ما اروح ارسمه والله ملابس اوتاكو اعطاني اياها شدها قوية تبعته بالغلط عيشوا لا تموتوا لا تموتوا بدي اياكم لا تموتوا كلهم ماتوا يا للاسف عادي عادي خليني اروح هلا ارسم وبعدين نرجع لهم نعيشهم هذول فنقول بسم الله ونبدا نرسم بميف ميف يا جماعه من السكنات الصراحه جدا سهله تقريبا عنده عين ميف لون زرقاء وعنده لون برتقالي اتوقع ونعمل هلا الحذاء تقريبا سهل يعني مش صعب كثير وبهيك نكون خلصنا ميف نعمل سلاش ميف يا سلام وجيب اللوحه هلا والله ميف هاز بين سمن الو 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 سمعني شباب انا جاب لي هنا دقيقه هلا والله ميف هلا والله طيب خذ هذه اللوحة شايف اليوتيوبرية هدول كيف أول إيش تقييم 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 والله إبداع يا جماعة ورب الكعبة كم بدون مجاملة 10 من 10 والله شايف اليوتيوبرية هدول رسمتهم واجوا يساعدوني ولكن أوكي. كل واحد أعطاني تحدي إيش التحدي تبعك وإيش بدك تعطيني مكافأة شوف أنا بكون طيب معك يا صهيب أنا ما راح أعطيك تحدي زي الشباب أوكي وبعطيك مكافأة على طول عشان الرسمة والله. فنانة والله, والله. الرسمة فنانة مرة بسم الله الرحمن الرحيم شوف والله تستاهل يا صهيب راح أعطيك بيضة الحظ أوكي خذ ثق فيني ثق فيني يا صهيب ثق فيني بتكون فنانة طيب وين جربها تعال 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 معي اذا مش منيح والله لاجلتك وين تطريق بم ايوه اوه اعطاني بيض كتير يا ساتر انواع واشكال انت بورتل شوف لعب بس اوه انا بموت انا بموت يا صهيب اوه ماي جاد اوكي شكرا شكرا البيضة بتحفر البيضة شايف فركات فركات ايش رايك النادي اليوتيوبريه يساعدونا كمان والله هو افضل حل الان ناديهم لانه حرفيا انا ما عندي ايتم سكفيني لازم مساعده من اليوتيوبر لا انت مش فاهمني احنا نجيب ايتمات لليوتيوبر ونجيبهم اوكي نعطيهم هدايا يلا درع دائم درع دائم درع بوت بوت نايت فيجن انا اسف اوه جرب عليك حركه اصبر يا رب تزبط يا رب ما تزبط لا والله حرام الحمد لله تعرف
شفت البل؟ لا والله حلوة. شوف البكرة هاي على سبيل المثال. وين البكرة؟ بكرة تعالي شوف فوق 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 فوق. أوه يا هلين، لحم بأبقار كتير. خذ لحم أبقار يلا. كذا عندنا كذا عندنا فود لا نهاية تقريبا. شوف 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 الايتمات، شوف الايتمات. أكبرها أكبرها بالبيضة. أوه أنا بحاول أكبر فيك ما بتكبر. ديم برو أنا كبير بعينك يا صهيب، خلاص كفاية. أيه تقريبا إحنا في صناديق كتير من نادي اليوتيوبرية، هم وحدهم كل واحد يفتح صناديق ويشوف. مرحبا مو موجود، رحوم موجود. هلا بزيد. هلا والله. يو شركو موجود. شركو ألو. مين شركو؟ شركو هلا هلا اطلع اطلع والله. هذا ما قلت سهل. تعال تعال تفضل. تاكو موجود. هلا والله. اسمع يا شباب، بدنا مساعدتكم عشان نذبح التنين، تمام؟ لعبتنا يا حبيبي. انا انوب واحد ممكن تعتمد عليه بالقتل، بس يلا. ارجع 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 غرفتك، ارجع ارجع. كرام في الذنب الفضيلة. طب تعالوا 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 خليني اظبطكم باغراض. يا سلام والله ظبطنا على الاخر. شمطر دايموند برو، انا اول معاه ما ضبطني كذا والله. التنين اليوم جايب لك حفلة يوتيوبرية يتعصب بطنك ان شاء الله. يا رب معاكم بلوكات. عندكم بلوكات شباب؟ يا رب لحظة، انا معي 12 بلوكات. انا ما عندي بلوكات شباب. انا ما عندي كمان. ايوه انا تقريبا معي 12 بلوك. يا رب نتكفي يا رب. روح روح شباب، روح. 1 2 3 فاست بريدج ميف. يلا فاست بريدج. لا 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 فاست بريدج. يلا 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 يا معرج. لا لا مرة لا. يلا يا معرج. 1 2 3 آخر بلوكات معايا شباب، اللي معاه بلوكات يكمل، أنا ما أقدر أكمل. خذ خذ عندي عندي كرافتك تيبل حبة بعد. أوكي يعطيك العافية طيب ما قصرت. لازم أحط لك كرافتنج تيبل. أصبر أصبر. عندي هاي أنا عملت بلوكات، أمسكوا هاي حديد. روح ابني 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 دير بالك دير بالك دير بالك بلاك لك انت معه دير بالك. اصبر يا عيني يا عيني تنخ يا حبيبي والله. ايش الادب هذا؟ نزل تاني نزل يا شباب نزل. يلا يلا زدوه زدوه هذا ايش معلم. ايوه كمي كمي. ها ما يموت الله يوفقك. ولا عم بتدمج ولا صار له اي شيء. يلا براسه براسه براسه. سوي سوي الحركه هذه على الانت كريستال اللي فوق يا صهيب. اي بضرب 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 بضرب. انت دمجت تاكو. لا هذا انا اللي عم بتدمج. شباب ابعدوا عندي ضربه قاضيه. هذه انا متذكرها من علاقات الماضيه. احتمال كنا نموت ومع التنين. واو عليكم يا شباب انا بمشي. انا شركو ابعد اضرب مكانك. شركو ابعد. جاهزين شباب؟ 1 يلا 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 يلا. خذ التنين. اوه ماي جاد كفو. شو وين التنين؟ قولوا لي وين التنين؟ وينه التنين؟ انت ميت اول واحد. اعطاك عمرو التنين يا شباب. مبروك الفوز. زي زي يا حبيبي. ولو انتهت المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. كان معكم اخوكم صايب والشباب الطيبه. امان الله.